مدينة سانيا عند جزيرة هاينان الصينية تتزايد أعداد الوافدين إليها وتحولت لمركز إقامة الأجانب منها. يعملون في جميع الميادين بدءا من السياحة وحتى التعليم. سأذهب لألتقي بعضهم. شارلوت مانييت في 29 من عمرها تعيش بعيدة عن وطنها بلجيكا. تعلمت اللغة الصينية في بكين قبل أن تنتقل إلى سانيا. مهنة تصوير حفلات الزفاف وما قبلها تشهد ثورة كبيرة هنا. تدير شارلوت شركة متخصصة في هذا المجال لكن بأسلوب أوروبي. لودو، هل تلتقط صورة لميلودي؟ مرحبا شارلوت، أنا دايمون. أهلا دايمون. عذرا لمقاطعتكم، هل هذا نموذج لعملكم؟ نعم، نوعاً ما. اليوم نصور ميلودي، إنها مدونة ومؤثرة هنا في سانيا. بشكل عام، ما نحاول القيام به هو التصوير التقليدي قبل حفل الزفاف مع كل الفساتين، ونقدمه مع إضافة لمسات فرنسية وأوروبية. شارلوت تجد الحياة جميلة في سانيا، فهي مشغولة دوماً بعملها. وخلال أوقات فراغها تسعى شارلوت لاكتشاف المدينة. أحب هذا المكان لأنه متكامل. من جهة لدينا المحيط والشواطئ الجميلة، ثم لدينا مدينة عصرية حيث يمكنك القيام بما ترغب به، كما لدينا الجبال مع غابات استوائية والكثير من الطبيعة. إنها متكاملة بشكل كبير. جودفري أوروبي آخر يعيش في سانيا، إنه فرنسي وكان يعمل في البحرية الفرنسية. وواصل إلى هذه المدينة قبل 9 أعوام. لقد شهد تطور حوض المراكب. حين قدمت، هل هذه المنطقة كانت موجودة؟ كان هناك شاطئ فقط. حسناً، حولنا يخوت فخمة كثيرة، إنها جميلة. أظن أن الحوض أصبح نقطة محورية. إنها لسكان سانيا والصين يأتون لتبضية إجازاتهم والتمتع بغروب الشمس والشاطئ وممارسة الرياضات المائية، وللزائرين الأجانب أيضاً. أجل، نستضيف سباقات دولية كثيرة. يستقبل الحوض سباق المحيط الذي يعتبر أهم حدث من نوعه. خلال السنوات العشر الأخيرة، سانيا أقامت تحسينات ثلاثية الأبعاد. تطورها سريع، يمكن مقارنتها بالريفيرا. لدينا كان جديدة في الصين. بعد يوم شاق في العمل، ماذا تفعل لتستريح؟ ما هي أفضل الأماكن للتوجه إليها؟ أبحث عن مطاعم جيدة لتناول وجبات لذيذة مع الأصدقاء. أذهب إلى الحانة من وقت لآخر. هنا في سانيا الحياة جيدة ومريحة وممتعة. جودفري وشارلوت هما جزء من جالية أجنبية كبيرة هنا في سانيا. لقد جاءوا من رومانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا، ويجتمعون معاً في ملعب كرة القدم. لا يمكن التذمر من العمل في جزيرة استوائية. هنا يمكن الالتقاء بأناس من بلدان عدة كالصين وروسيا وفرنسا، فإن كنت لا تتحدث لغتهم لكنك تلتقي بهم مع لغة مشتركة وهي كرة القدم. التمرين ليس للراحة فقط بعد عمل شاق، وإنما لمساعدة الأجانب على الاندماج في حياة سانيا وثقافتها. الصين هي بلد الصداقة، ويجب أن نساعد بعضنا البعض. أبناء الجاليات الأجنبية أسسوا أعمالهم ويعيشون بسعادة في جزيرة هانيان الصينية. هذا كل شيء اليوم. نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج ديسكوفر سانيا.